للكراء عبارة علقت على واجهة مطعم جولدنبرغ، أمر لا يصدق بالحي اليهودي العريق بباريس وبالضبط بشارع غوزيير. فمنذ 26 عاما تعرض هذا المعلم التاريخي الذي كان يمثل فن الطبخ في أوروبا الوسطى إلى عملية تفجيرية أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 22 آخرين، ومنذ ذلك التاريخ أصبح المطعم معلما للحي اليهودي، معلم لم يصدق من عايشوه أنه سيزول. المطعم كان هنا، وحتى جاك شيراك كان يأتي كل سنة لإحياء ذكرى الحدث بحضور عائلة جولدنبرغ وعائلة الضحايا. أين يمكن لهم ذلك الآن؟ في مطعم مغلق منذ 3 سنوات؟ لم يبقى شيء سوى بائع كتب أمامي وجزار واحد من بين 8 كانوا هنا. بعض التجار مصممون على إنشاء جمعية للدفاع عن الهوية اليهودية لشارع روزيي، ويناضلون ضد ذهاب المحلات التجارية الصغيرة لصالح محلات الألبسة. فألان يدير مخبزة منذ 20 عاما، وبالنسبة له فإن الجو العام في الحي قد تغير كثيرا. لا يمكنني أن أشعر بنفس الشيء الذي يشعر به من هم في الخارج، فنحن هنا داخل المحل حافظنا على التقاليد وعلى ما نصنعه، والروابط مع زبائننا هي روابط جيل بعد جيل. هنا التقاليد دائمة وستدوم، ولا نفكر في الذهاب. ومن جانب بلدية الدائرة الإدارية الرابعة بباريس، تقول دومينيك بيرتينوتي رئيسة البلدية إنها معنية بالأمر، وهي تعمل من أجل أن يحصل شخص بإمكانه أن يبقي على الجانب الثقافي والأصل اليهودي على المطعم، وتتمنى إنشاء مكتبة خاصة بذاكرة المحرقة، غير أن المسألة تبقى مرتبطة بالسعر. بلدية باريس لا يمكنها أن تشتري بأي ثمن، ومن شرف المدينة عدم الاستثمار بأي ثمن وفي أي ظرف. وحسب الوكالة العقارية المكلفة بكراء المطعم، فإن هناك 4 مرشحين لكرائه، وكلهم بائعو ألبسة.